لكن بقى فنيات هنقول ايه في الفنيات؟ هنقول ان عندنا فريق واثنين وثلاثه، وعندنا لاعب واثنين وثلاثه يقدروا يغيروا نتيجه مباراه. اه عندنا لعيبه جامده جدا، وعندنا مدير فني رائع الحقيقه، عنده امور بتشتغل عليها او بيشتغل عليها، عنده اخطاء. مفيش مدير فني في الدنيا ما عندوش اخطاء، ولكن بيشتغل عليها وبيحاول يصلحها في المباراه اللي بعدها. بيحاول، انت كسبان 2-0، تخيل لما النادي الاهلي يبقى كسبان 2-0، تخيل الكل ان المباراه انتهت 2-1 وخلاص في الدقيقه 95 المباراه انتهت خلاص، النادي الاهلي 2-1، لا دخل في النادي الاهلي جون، جت في رجل اكرم توفيق ودخلت جون 2-2. كل الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي فرحت واتبسطت، وجالي تليفونات في الدقيقه دي، تليفونات على طول، ايه يا عم والكلام الحلو اللي حضراتكم عارفينه ده. لكن احنا عشان اهلاويه وعارفين، فضلنا قاعدين مستنيين لغايه لما معلول جاب الجول. الحقيقه 3 نقاط هامه جدا للنادي الاهلي، ولكنها في مشوار طويل جدا لسه بدري فيه. ان شاء الله احنا واخدينها مراحل، واحنا متفقين مع حضراتكم ان احنا واخدين الموضوع مراحل. المرحله الاولى تنتهي ان شاء الله يوم الخميس القادم، او دي المرحله الثانيه. المرحله الاولى انتهت في 3 مباريات ب9 نقاط، رجعنا وقف توقف دولي، وبعدين نلعب 3 مباريات، وبعدين توقف دولي تاني. فبالتالي المرحلة التانية تنتهي إن شاء الله يوم الخميس القادم. كلنا ورا فريقنا، كلنا ورا مديرنا الفني، كلنا كجمهور النادي الأهلي واقفين وراكم. إن شاء الله تستطيع أن تفوز على سموحة وتصل للنقطة 18، ونروح بقى نشوف المنتخب وكاس العرب والكلام ده، ونرجع مرة تانية إن شاء الله للنادي الأهلي اللي إن شاء الله بهذا الشكل وبهذا المستوى وبروح الفانيلا الحمراء يستطيع أن يفوز أو يعيد الدرع مرة تانية، إن شاء الله تبقى المرة رقم 43. يا رب إن شاء الله ربنا يكرمنا، ولسه بدري على الكلام اللي أنا بقوله، بس إن شاء الله ربنا هيكرمنا ونقدر ناخد الدوري هذا الموسم بهذا الأداء وبهذه الروح وبجمهور يستحق كل تحية وكل احترام.